الموضوع التاني ومش هاخد فيه اكتر من دقيقة لانه ما يستحقش اكتر من دقيقة، والنادي الاهلي بيركز دايما في ملفاته وفي القضايا سواء الداخلية او الخارجية، ما بيعلقش الا لما بيكون الموضوع بالفعل يستحق انه يكون فيه تعليق. ولكن انا بما ان انا مطلع على الملفات الخارجية ودائم المتابعة مع مصادر خارج مصر سواء في الكرة الافريقية او في الاتحاد الدولي، الجماهير الاهلاويه او كل الاهلاويه الساعات الاخيره اتصدر لهم معلومات غير صحيحه في موضوع متعلق بعبد الله السعيد. انا كل اللي هقوله لجماهير النادي الاهلي، لم يصدر قرار ان الاهلي خسر قضيته في عبد الله السعيد. كل الموضوع متعلق باجراء شكلي، اجراء شكلي. المحكمه الرياضيه الدوليه تناقش القضيه ام لا تناقش القضيه؟ فقط ليس الا إجراء شكلي متعلق بالاختصاص. الفيدرالية السويسرية قالت إن المحكمة الرياضية تناقش القضية بس، لا اتلغت الغرامة ولا اتلغى قرار مركز التسوية ولا اتلغت إجراءات الحجز ولا حصل أي حاجة ولا في الكلام ده خالص، بل بالعكس قبل كده الطلب من الفيدرالية والمحكمة الرياضية إن تلغي هذه الإجراءات، وقالت ده شأن داخلي أمر متعلق بالسلطات المصرية والاختصاص القانون المصري. أنا كل اللي أقدر أقول لك فيه إن الإجراء الشكلي القضية تتناقش في الكاس في المحكمة الرياضية ولا لا؟ وامبارح صدر القرار القضية تتناقش في المحكمة الرياضية، يبقى هنستنى نشوف المحكمة الرياضية الدولية الكاس هتاخد قرار ايه الفترة الجاية، يا تأيد قرار مركز التسوية والتحكيم ويبقى الأهلي من حقه الغرامة يا إما تلغيه. فقط ليس إلا، مش محتاج أوضح أكتر من كده، بس أنا حريص إن أقول ده لجماهير الأهلي عشان أنا عارف البعض بيبقى عايز يصدر معلومات غلط وعايز يعمل بروباجندا في ظل قضايا تانية عنده فيها مش عايز اقول لكم يعني فيها كوارث. الفتره الجايه هتسمعوا حاجات غريبه جدا في قضايا دوليه والله العظيم هيبقى فيها مفاجآت مدويه.